بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. مجلس جديد وقصة جديدة في سيرة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. جوارك رد علي. بهذه الكلمات استفتح الفاروق رضي الله عنه وأرضاه حياته في الإسلام، فرد جوار خاله علي. أبو جهل جاء لعمر وهو يضرب الناس والناس يضربونه بعدما أعلن الإسلام، وقال ابن أختي في جواري. في هذه الفترات طالما أنه قد أجير من أبي جهل فلم يخلص إليه أحد، وفي هذه الحالة عمر يرى من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من يقع في العذاب ويقع في النكال كبلال وخباب رضي الله عن الصحابة أجمعين، فأراد عمر أن يكون معهم سواء، فقال لأبي جهل جوارك رد عليك، أي لا أريد جوارك. قال لا تفعل، قال بل جوارك رد عليك. ثم قدم عمر رضي الله عنه وارضاه في مجامع الناس ورد جوار أبي جهل لعنة الله تبارك وتعالى عليه، فرعون هذه الأمة. فإذا بهم لما سمعوا ذلك فأخذوا يضربونه ويضربهم. فمر رجل، وهذه رواية نافع عن ابن عمر في الصحيح، قال فمر رجل فقال، هذا الرجل عليه برد حبر ويلبس رداء مكفكفا بالحرير، فقال أتظنون أن بني عدي تاركوا لكم صاحبهم؟ هنا تنبه هؤلاء الطغاة من قريش، ويعرفون أن العصبية القبلية تلعب دور كبير جدا في حياتهم، حتى وإنهم كانوا يدافعون عن أبنائهم من المسلمين الذين ينابذونهم في ملتهم ودينهم وعقيدتهم، لكن مسألة هنا عصبية جاهلية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة، وتكلم عن ثلاث من أمر الجاهلية لا تترك هذه الأمة، وهي الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت. على كل حال فهم تنبهوا لهذه الكلمة فامتنعوا عن أذية عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن عمر فقلت لأبي يا أبتا من هو هذا الرجل؟ قال هو العاص ابن وائل السهمي، أبو من؟ أبو عمرو الذي سيسلم بعد ذلك. كان إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه فتحا لهذه الأمة، وكانت هجرته نصرا رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن مسعود كما جاء في ترجمته وفي ترجمة عمر عند الذهبي بسند صحيح، قال ما كنا نستطيع أن نجاهر بإسلامنا وصلاتنا حتى أسلم عمر رضي الله عنه وارضاه. كان إسلام عمر بعد إسلام حمزة رضي الله عنه وارضاه بثلاثة أيام، وكان ذلك في ذي الحجة في السنة السادسة من بعثة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وكان عمر يحمل الرقم 40 في الصحابة، كانوا 39 وأكمل بهم رضي الله عنه وأرضاه 40، وقيل بل نيف 40، لأنه ثمة أناس قد أسلموا ولم يعرفهم عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. الذين أسلموا العشر المبشرين بالجنة، بلال، خباب، الأرقم ابن أبي الأرقم ابن أبي واقد، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعبد الله ابن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا ما أردنا أن نتكلم عنه في هذا المجلس. في المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن هجرة عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى طيبة، إلى طابة، مقام النبي والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله وأمنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.